زمان ولكل مرض. الطب النووي لا يؤدي إلى أعراض جانبية، ولهذا الطب أصول منها العلم والخبرة والتقوى والرحمة والحكمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما خلق الله من داء إلا وجعل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا السام، والسام هو الموت، رواه ابن ماجه. وفي هذا الحديث حث على العلاج والمداواة، والأدوية ما هي إلا وسائل جعلها الله طريقا للشفاء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: علمه من علمه وجهله من جهله، حث للأطباء المسلمين على البحث والاستقصاء لاكتشاف أدوية لأمراض لم يعرف لها بعد دواء. وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء بموافقة الدواء للداء، فلكل دواء مقدار معين يعمل به، وينبغي ألا يزيد ولا ينقص. وقد تداوى النبي صلى الله عليه وسلم وتداوى آل بيته الكرام وزوجاته الطاهرات وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ونصح صلى الله عليه وسلم أمته بكثير من أنواع العلاج الذي كان ونوافي حضراتكم في حمي عن بيت العسكرة في المساء بتوقيت مكة المكرمة.